السلام عليكم. تقريبا دايما كل شهر بيتبقى معانا فكة في الراتب بتاعنا وما بنعرفش نخرجها من الاي تي ام. يعني انا دلوقتي قدام ماكينة البنك الاهلي المصري ومش عارف الحقيقة ده متوفر في كل الماكينات ولا لا، او في كل البنوك ولا لا، لكن احنا ممكن نستفيد بالفكة دي في عمل خير. يعني هندخل الكارت بتاعنا عادي خالص، هنلاقي تحت على الشمال تبرعات، لو اخترناها هيفتح لنا نافذة فيها يعني جمعيات خيرية كتير ومستشفيات زي ما احنا شايفين، وفي أكتر من كده. لو ضغطنا على التالي أقدر أختار أي مؤسسة فيهم، ولتكن مثلا مستشفى الدمرداش، وأقدر أكتب أي مبلغ وليكن مثلا 4 جنيه. يعني طبعا 4 جنيه مستحيل أطلعها من الـ ATM يعني. أوكي، وبختار طبعا أنا عايز إيصال أو لأ، مش هتفرق يعني. وبيأكد طبعا هنا العملية وتم التبرع بنجاح، وأعتقد ممكن ناس كتير ما يكونش عارفة الموضوع ده، وربنا ينفع بينا جميعا إن شاء الله.